لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، أقام مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل شعبة الجامعة الإسلامية مجمع الوردانية دورة الإمام القائد السيد موسى الصدر الرياضية، وفي ختامها أقيم احتفال حاشد على مسرح الجامعة بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيصي ومسؤول مكتب الشباب والرياضة المركزي علي ياسين ومدراء وعمداء الجامعة. قبيصي رأى أن البعض في لبنان يستهزئ بكلمة ممانعة ويمعن في افتعال الأزمات السياسية. وما يجري في هذه الأيام من أزمة سياسية في بلدنا يتعطل فيها استحقاق رئيس الجمهورية، انتخاب رئيس للجمهورية، هي سياسة مواجهة بين رأيين وبين فريقين وبين ثقافتين، لأننا انطلقنا أيها الأحبة منذ الجلسة الأولى التي دعا فيها الرئيس بري المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية ولم نتمكن من انتخاب رئيس، وقف على منبر المجلس النيابي وقال لكل الكتل تعالوا لنتحاور. وفي ختام الحفل وزعت الدروع التكريمية.